قد ايه هلا محرقصين الابراج اللي بعد ما حكينا عنهم وما حكينا عن التوافق بيناتهم؟ ما حنحرقصهم كثير. وصلنا لرجل وامراه العذراء. العذراء مع العذراء مثل ما قلنا الثور مع الثور، بيرتاحوا لبعضهم، بيتفقوا، بينسجموا، في تواطؤ بيناتهم، في ثقه، لانه العذراء مش بسهوله بيعطي الثقه. المرأة العذراء بتشك وهو بشك، بيختبروا بعضهم كتير، بس إذا وصلوا لتوافق بتكون علاقة مستقرة. الرومانسية شو ترتيبها بأولوياتهم؟ الرومانسية منا أهم شيء لالو. هي أهم شيء العقل، أهم شيء الحكمة، الفكر، التفاهم بين بعضهم، في تفاهم أكثر ما في عشق ورومانسية. من مشاهير برج العذراء الممثلة اللبنانية النجمة ماجي بوغصن، والمنتج جمال سنان، زوجة برج القوس. القوس ما بيحب الروتين، العذراء بيرتاح، بيحب يعيش بقوقعته، بعالمه، ببرنامجه المنظم. القوس بحب المغامرات، السفر، التغطية. هلا هن كثير بيطلع شائعات على زواجهم، كيف العذراء بتتعامل مع هيك شيء؟ إذا العذراء فهمت، إذا لك العذراء بيعرف وين مصلحته. العذراء بيعمل حسابات، قلنا العذراء حكمة مش رومانسية. إذا العذراء شاف إنه بيقبل هالأحلام عند القوس، هالأحلام بالمستحيل، المغامرات، بيقدر يوصل إلى التفاهم. العلاقة معقدة منها هنا، علاقة معقدة، بس العذراء هون بده يستوعب القوس. العذراء إذا عرف يستوعب القوس وريحه بتستمر العلاقة. بس هي معقدة بالإجمال. كمان باسل خياط النجم السوري عذراء، وزوجته ناهد قوس. هلا هون هو بده يستوعبها. هي بدها تكون، هي بتحب، هي بده يعرف يعني واكبها باحلامها، باسفارها، بمخيلتها. بده يقدر انه يعطيها الامان، اذا اعطاها هالامان واحترم حريتها واحترم استقلاليتها، مش كل الوقت بده يعرف كل التفاصيل ويتدخل بكل شؤونها، عادة بتمشي الأمور. بس العذراء، إيه، لأنه العذراء بحب التفاصيل، بس بكي العذراء يعني بيكون عم بيراقب كل شيء، عم بعيد وعم بيحفظ، مثل عنده شيء كأنه براسه في شيء، أجندة عنده، أجندة عم بيعبيها كل يوم معلومات يعني. وبيرجع حتى يعني إذا اختلفت معه بيرجع للقديم، هو الثور والجدي معروفين. وإذا ما وإذا عرف ضبط حاله بهالمجال بيمشي الحال، بس اذا اختلفوا ور بيعدل لها هن كلهم. ايه، من 85 سنه اول ما خلقنا لليوم. لليوم. لكن خلينا نروح لبرج الميزان. امراه ورجل ميزان بيتفقوا مع بعض، كثير بيتفقوا مع بعض. ولا منيح، وكثير بيسامحوا بعضهم وبينسوا، بيقدروا يضحكوا. حلوه هيك العلاقه، العلمي عم بيتعاتب وصاروا يضحكوا، بيضحكوا مع بعضهم. هي بتعرف جنونه مش خطير، هو بيعرف انه هي عندها مزاجها المهضوم بالاجمال. الميزان ما عندها مزاج صعب، ميزان عاده تتفاهم، بتتاقلم، بتقبل. لو عندها فورات عصبيه او نوبات عصبيه بس ترجع اوام بتسامح. فاتنيناتهم بيكونوا مرتاحين مع بعضهم، اصدقاء مع بعضهم. الصداقه اللي بتجمعهم والتواطؤ اقوى من الخلافات. دانيلا رحمه ونصيف زيتون ميزان بيقدروا ينسجموا كثير، ينجذبوا لبعضهم. الرجل الميزان بينجذب للمرأة الميزان بالإجمال أكثر، هو قبل خرج زواج يعني. إيه فيهم يتزوجوا بكثير يعني براحة. العقرب شو رجل وامرأة العقرب؟ رجل وامرأة العقرب بيخبوا على بعضهم قصص كثيرة، في أسرار ما بيكشفوها لبعض. قد إيه بيلدعون الحب؟ إيه يعني بيلدعون كثير. وهن شو بيعملوا؟ عندهم كل واحد تخبيته، قصص لإله، قصصه، علاقاته، ذكرياته، إذا بدك عنده علبة مسكرة ما بيفتحها قدام حدا، كفر. وكل واحد منهم في أشياء ما بيقدر يقولها أو بيأجل إنه يقولها، بيكشفها عند اللازم. يعني في تخطيط بيناتهم، بيخططوا اتنيناتهم. في أوقات بيتفقوا ليه؟ لأن بيكونوا عندهم ذات المخططات، ذات الأهداف. أما إذا اختلفت الأهداف فالصراع كثير قوي بيناتهم. طيب، لكن هيدا اللي عم تحكيه ببرر يعني من اجمل الكوبلات واحلى الكوبلات بمصر، النجمه منى زكي وزوجها احمد حلمي، اللي هن اثنيناتهم عقرب واثنيناتهم خلقانين بنفس النهار. بتتخيلي يعني بيشبهوا بعضهم 18 نوفمبر ونفس الاهداف، بيشبهوا بعضهم، عندهم ذات الاهداف، عندهم ذات المبادئ بالحياه، ذات النظريه للحياه،
مشان هيك بيتفقوا. يعني هالشي بضل بين بعضهم، يعني أسرارهم بتكون بين بعضهم، مش أسرار واحد على التاني. بس إذا لحقوا واختلفوا أو كل واحد مشي يعني عرج على طريق تاني، أوف الخلاف كتير قوي. إيه بس بيوجعون برج العقرب. يعني مثلا نجمة إليسا شفنا مؤخرا هي برج العقرب قد ايه وجع الحب ولزعة وحتى يعني الزعل وصلها لتعمل كانسر. ايه لانه العقرب كثير عميق بمشاعره، قلنا متطرف، ما كنا عم نحكي عقرب متطرف عميق، يعني بحب عمق، بيتحدى، بيصارع، بيتعذب. العقرب كنت لك بدي اقول لك، بس ما قلنا العقرب بيتعذب بس يحب، بيتألم بس يحب. من وراء عقرب جوزاء كيف بتلاقيهم؟ حسام بريدي العقرب وزوجته ريم جوزاء. العقرب بينغرم بالجوزاء بالمطلق، هو اللي بينغرم. ايه العقرب هو بينغرم بالجوزاء وهو بيلاحق الجوزاء. هلا الجوزاء بيعذبه شوي، الجوزاء هذا اللي بيخلي العقرب يمكن يتعلق فيه، مش هيك بضل ملاحق الجوزاء لان هذا العذاب يمكن يحبه. هلا مش دائما بيتفقوا، بس اذا اتفقوا بيكون هو اللي عم بيلاحق، بيكون العقرب هو اللي عم بيحب الجوزاء كثير. القوس رجل وامرأة القوس، الحب ثابت عندهم أم عم بيتغير على طول؟ هو لازم كل سنة كل واحد يسافر شهر لحاله. بدهم بريكات، بدهم بريكات من بعضهم أكيد، دايما بدهم بريكات. هلا من مشاهير برج القوس معتصم النهار، بس ما بعرف زوجته من أي برج. مولانا. وجوال ماردينيان هي من برج القوس، من اللي هي متقلبة يعني نهار بتحب نهار لا نهار القوس. ما هلا كنا عم نحكي القوس بفل بتهرب بيجي بيحب يرجع بجن بيختلف بيروح ما بيقول لك ليش رايح، عرفتي كيف؟ هذا القوس. يعني ما قلنا بيقولوا عنا مثلا العقرب او الجدي بيقولوا عن القوس مجنونة، بيعتبروا انه المرأة هيدي فيها يعني شيء من الجنون بالاجمال. لطشه الجنون. بنوصل للجدي من بعد القوس، امرأة ورجل الجدي شو وضعهم؟ مرأة الجدي كثير متحفظة، الرجل كمان بيحبوا القصص الثابتة، بيحبوا القصص المفية. جدي نطحاتهم بتوجع. ايه بس عندهم اثنيناتهم التزامات. جدي عندهم مبادئ والتزامات ما بيزيحوا عنا. يعني بيتفقوا مثلا انه هيدي شغله ما بنعملها، هون محل ما بنروح. اذا اتفقوا بالمزاج بين بعضهم بيتفقوا الى النهايه، بيكونوا متطرفين، بيدافعوا عن بعضهم، بيوقفوا بوجه كل العالم اذا كانوا هن متفقين. بس شو بيعاندوا بعضهم؟ اذا مش العناد ما بيعود، ما في شيء بخليهم يتراجعوا عن موقفهم. بس الجدي بيقدر انه يتخلى، بيقدر يتخلى اذا بده يترك بيترك، لانه اذا لقى انه لازم يترك، اذا وصل لقناعه خلص بياخذ القرار. ما بيخاف. ياسمين عبد العزيز هي امراه جدي، ما توفقت مع احمد العوضي رجل القوس. طبعا طبعا جدي وقوس، اوف جدي وقوس شغله صعبه كثير عندي هون. قوس جدي وقوس مثل الجدي والميزان، مثل الجوزاء مع العذراء، واحد بينظم وبيرتب والثاني بخط الثاني فوضوي متحرر. قوس بيكره الضوابط. قوس بيمتعد عادة الجدي من القوس، بيغير رأيه، كل ما يغير رأيه بجن، كل ما ياخذ قرارات عشوائية أو ارتجالية يمكن تكون مصيرية أوقات بيعملها القوس بجن منه الجدي. أحمد أبو هشيمة هو رجل الجدي، كمان ما كمل مع ياسمين صبري امرأة الدلو. هم كمل مع حدا. هيفا امرأة الحوت، أكثر شيء بيتفق هو مع الحوت. جدي والحوت كثير مهمين مع بعضهم، ما مش الحال. بس جدي ودلو واو، جدي ودلو ما لهم علاقة ببعضهم. لا جدي وحوت كانوا منيح لو كفوا منيح، بس جدي ودلو واو سلبية، واو سلبية جدا جدا جدا. جدي والدلو يعني عم تحكي ترابي وهوائي، بتعرفي شو يعني؟ يعني مثل كأنك عم بتقولي ميزان وجدي أو جدي ودلو. قلتي لي جدي وحوت منيح لأنه كمان رحمة رياض جدي وألكسندر جوزة حوت. ايه كثير منيح إذا كانوا جدي وحوت كثير منيح، بس الجدي مع الدلو بينجذبوا لبعضهم جنسيا تنقول الحقيقة، بس مزاجية الدلو بتزعج جمود الجدي. يعني قلتي لي هو الجدي ما هيك؟ بحس انه الدلو عنده مزاجيه، هو عنده رزانه اكثر. هلا اذا اشتكى الجدي من حدا
بدافع عنه الدلو تلقائيا. أوكي. كأنه محامي الشيطان قدامه. هو أصلا محامي الشيطان. دلو إيه بده يدافع ما بيقدر. يعني بيقول له الجدي أنت محامي الشيطان، بيقول له لا أنا عم دافع عن المبدأ. يعني الدلو دايما هو عنده مبدأ، بخاف الجدي من تقلباته من متطلباته، بيشعر أنه هو مش قادر يمسك فيه. يعني العلاقة متقطعة، تعرفي قد ايه العلاقة بين دلو وجدي عم تمشي إذا كانت سرية. مش إذا كانت علاقة سرية. علاقة سرية. طب رجل وامرأة الدلو من السهل يلاقوا الحب اللي بيسعدون؟ ايه طبعا. دلو بيفهموا مع بعضهم، بيسامحوا بعضهم، بيلتقوا مع بعضهم، بيتناقشوا، بيعملوا عائلة حلوة دلو مع دلو. رونالدو وجورجينا اثنيناتهم دلو. دلو كثير منيح. هي الدلو هن بيحبوا بعضهم، دلو والدلو بيتفاهموا مع بعضهم، في حنان بين بعضهم. امرأة ورجل الحوت شو وضعهم؟ لا وضعهم خطير. ايه ممكن كثير انه يخونوا بعضهم. ممكن انه يخبوا على بعضهم اسرار، كل واحد بيخبي على الثاني اسراره. وممكن بوقت معين كمان حسب طبعا طباعهم حسب تربيتهم انه يكونوا مع بعضهم كثير صريحين لدرجه انه بخبوا مع بعضهم هالشيء، بخبوا مع بعضهم كل شيء ما لازم يعرفوه الاخرين. يعني يا بيتفقوا كثير بانسياب يا بيناتهم في خلافات عميقه وقويه. حوت شمس الغنيه نجوى كرم، فما بعرف اذا رح تسلم قلبها وتتزوج. ايه مش هينه الزواج هون، زواج حوت مع حوت يا بيكون بجنن يا ممكن يكون معرض للخطر.